ضابط المخابرات المتهم بالتجسس ينفي كافة التهم الموجهة إليه. وزير الداخلية يخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً. غرامات على أحزاب نمساوية بسبب مخالفات في التمويل. التعاون مع تركيا يجب أن يبقى خارج منظومة الاتحاد الأوروبي. والنمسا توقع عقداً مع هولندا لشراء طائرات C-390 من البرازيل. وأخيراً كاردينال فيينا، المجتمع النمساوي متأثر بشدة بالمسيحية. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. نفى رئيس مفتشي مكتب مكافحة الإرهاب السابق إيغوستو أوت المحتجز منذ الأول من أبريل جميع الاتهامات الموجهة له بالتجسس لصالح روسيا. ويعتزم أوت تقديم طلب للإفراج عنه في الأسابيع المقبلة بعد تخليه عن مراجعة قضائية. وأوضح محاميه أن الاتهامات تفتقر للأدلة، مؤكدا أنه لم يتلي بأي اعترافات، حيث يقيم حاليا في حبس انفرادي في فيينا، وتجرى التحقيقات ضده منذ عام 2017، حيث يواجه اتهامات بالتجسس وإساءة استخدام السلطة. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً رداً على اعتداء جنسي على فتاة عمرها 12 عاماً من يافعين. ويهدف كارنر من الخطوة إلى تطبيق عواقب على الجرائم الخطيرة دون وضع الأطفال في السجون، وتشمل الخطة إجراءات إضافية مثل توبيخ الشرطة الإلزامي ومؤتمرات الحالات الأمنية مع مسؤولية أكبر للآباء بهدف حماية الأطفال وتربية الشباب. وتبقى هذه الخطوات بحاجة إلى موافقة البرلمان. فرض مجلس الشفافية المستقلة للأحزاب غرامات على أحزاب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بسبب مخالفات في تمويل الأحزاب. وفرض المجلس غرامات بقيمة 35,400 يورو على إيفوبي لعدم الإبلاغ عن بعض التبرعات، وفرضت على SBE غرامات بقيمة 53,100 يورو لتلقي تبرعات غير مسموح بها. أما حزب الخضر فقد تم فرض غرامة عليه لأول مرة بقيمة 13,600 يورو، وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود زيادة الشفافية والمساءلة في تمويل الأحزاب. أعلن المستشار النمساوي كارني هاما في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل أن انضمام تركيا للاتحاد غير محتمل حاليا. وأكد نهاما على تعزيز العلاقات والتعاون مع تركيا خارج إطار الاتحاد الأوروبي مع التركيز في القمة على السياسة الخارجية وتداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأشار نهاما إلى أهمية أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، مشيرا إلى انضمام النمسا لنظام سكاي شيلد الأوروبي. وقد تم الاتفاق على ضرورة إصلاح الاتحاد بشكل عاجل. أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية عن توقيع اتفاقية مع هولندا لشراء طائرات نقل عسكرية جديدة من طراز C-390 من الشركة البرازيلية إمبراير بديلا لطائرات C-130 هيركولاس القديمة. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا لتسهيل عملية الشراء المشترك. وأشادت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر بالشراكة، مشيرة إلى الفوائد الاقتصادية وتعزيز التعاون. ومن المتوقع وصول الطائرات الجديدة إلى النمسا في عام 2027، حيث تشمل الاتفاقية تسليم 4 طائرات من إجمالي 9 طائرات. تساءل كاردينال فيينا كريستوف شومبرون حول الربط الذي يجمع المجتمع بعدما أثارت مسألة الثقافة السائدة في النمسا نقاشا واسعا. وقال شومبرون: هل هناك قيم يجب أن تكون ملزمة للجميع؟
حيث تتنوع التقاليد والأديان في النمسا، ما يتطلب تعزيز التعايش والتقدير المتبادل. وقال أن الاحترام الذي ينبع من قيم المسيحية الإيجابية هو جزء من الثقافة، ومع ذلك يجب التأكيد على التسامح والتعايش. ودعا الكاردينال إلى جهد مشترك لبناء ثقافة سائدة تعكس قيم التعاون والاحترام في المجتمع. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة. إلى اللقاء.